بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج بيت المصريين وفقرة قضايا المجتمع المصري. أولا بنحب أن نناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنسبة للمصريين اللي في الخارج. إن شاء الله بإذن الله بنضم صوتنا لصوتهم، وإحنا كلنا عارفين أنه الأب الروحي لكل المصريين، وإن شاء الله قريبا يرجعوا إلى أرض الوطن سالمين. بالنسبة لموضوع تكافل وكرامة الناس اللي معانا على التواصل الاجتماعي، بنحب نقول لحضراتكم إن إحنا تواصلنا مع المسؤولين وقد أفادوا بإن إن شاء الله الناس اللي انقطع عنها معاش تكافل وكرامة بيتوجهوا إلى الإدارة الاجتماعية ويشوفوا إدارة الشؤون الاجتماعية التابعة ليهم، ويشوف إيه السبب بالرقم بتاعه القومي. ثانيا الناس لو انقطع السبب خلاص، يعني لو مثلا واحد عنده تأمين ومش عايز التأمين ده، مش عايزه، خلاص اختار تكافل وكرامة، فبمجرد انقطاع السبب ده بيرجع تاني بيصرف المعاش وبياخده بأثر رجعي كمان. ده بالنسبة لتكافل وكرامة. بالنسبة للمنحة اللي قررها السيد الرئيس في ظل الأجواء الحالية والظروف اللي تمر بها البلاد، ال 500 جنيه بالنسبة للناس اللي ما صرفتش لغاية النهاردة، بنطمنكم إنه يا جماعة هتصرفوا، ده بناء على كلام المسؤولين والتواصل معاهم. ما نطولش كده مع الدكتورة ضيفتي الغالية الجميلة الدكتورة الكاتبة الصحفية نجوى رجب. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، نورت الدنيا كلها. أهلا بحضرتك أستاذة صفاء. أهلا بحضرتك يا فندم، وبنشكر حضرتك على تلبية الدعوة الكريمة لبرنامج بيت المصريين. أنا سعيدة أن أنا مع حضرتك النهاردة. الله يخليك يا فندم، إحنا أسعد. بالنسبة حضرتك أول حاجة، إحنا عارفين هنتكلم في كذا عنصر النهاردة عام في ظل الأجواء الحالية اللي تمر بها البلاد في فيروس كورونا المستجد، نقول ما هي السلبيات الواقعة على الأسرة المصرية في عصر الكورونا، وما هي أيضا الإيجابيات؟ اتفضلي. سؤال حضرتك جميل يا أستاذة صفاء، بس أنا أحب بس أعلق على مقولة حضرتك بالنسبة للمصريين في الخارج، لأن أنا جالي أكتر من فيديو خاصة من دولة الكويت، المصريين في الكويت عايزين يرجعوا، وأنا بناشد صوتي صوت حضرتك وبطلب من المسؤولين والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن إحنا نحاول إن إحنا نرجعهم بأي شكل من الأشكال بإذن الله. بالنسبة برضو لموضوع تكافل وكرامة حضرتك اتكلمت عليه والمعاشات، جالي أكتر من استغاثة، في ناس خارجة معاش بقالها سنة ومعاش مبكر وحالات مرضية إلى الآن ما صرفوش، وبيخلصوا المدد بتاعتهم، والمدد بتاعتهم بتروح للمكاتب التأمينات وبتضيع، ويرجعوا يطلعوها تاني وتضيع. يا جماعة أرجوكم، يعني إن ما حدش بيقدر يعيش سنة أو أكتر من سنة بدون معاش. طبيعي. فأنا بطالب وزارة التضامن الاجتماعي يكون في رقابة على مكاتب التأمينات. أنا مش عايزة أسمي المكتب لأن جالي منه أكتر من شكوى، وأنا بنفسي رحت وأنا بنفسي حاولت أساعد الناس وخرج وأجيب لهم الورق والمدد بتاعتهم، والمدد بتضيع والمعاملة وحشة جدا. فأنا بطالب وزارة التضامن الاجتماعي، يا ريت يا جماعة، عشان إحنا في ظروف صعبة طبعا كورونا وكده، ومحتاجة الناس طبعا، فالناس محتاجة معاشها. طبعا طبعا تصرف في ظل الظروف. السؤال اللي حضرتك وجهته لي، كورونا طبعا في سلبيات وفي ايجابيات. لو احنا بدانا بالايجابيات، ممكن نقول ان في احتواء للاسره، رب المنزل اصبح انه موجود في البيت فتره متواجد. اطول. الفتره الاولانيه ممكن ما يكونش عنده وقت طويل انه يقعد مع ابنائه، فانت عندك وقت دلوقتي ان انت تحتوي الاسره، الزوجه، الاولاد، تقعد معاهم فتره اطول، تستمتع بابنائك. ممكن يبقى عندك وقت فراغ ان انت تقراي كتب كان نفسك تقرايها، وفي الظروف العاديه ما كانش عندك وقت، ممكن تكسبي مهارات جديده. ومفيش مانع الزوج يشارك في الاعباء المنزليه على الزوجه. اكيد اكيد، حتى عارفه تغيير جو يا جماعه على فكره، والله تغيير جو طبعا، دي حاجه. تاني حاجه برضو، ممكن حضرتك لو انا عايزه اتعلم حاجه جديده، ممكن انا عندي وقت ان انا ادخل على البرامج، على اليوتيوب، على النت، واتعلم المهارات دي. حاجات كتير كنت مأجلاها، ممكن الوقت عندي ان انا اعيد حساباتي، افكر مثلا في حياتي شكلها ايه اللي قبل كده واللي بعد كده والخطوه اللي جايه. دي ممكن نقول ان هي من الايجابيات. السلبيات طبعا حضرتك، في حالة من الخوف المرضي عند بعض الناس. التوتر،
كتير. للأسف في بعض الشركات الخاصة الأعباء عليها كتيرة، فاضطرت إنها تستغنى عن عدد من الموظفين فأصبح في بطالة. في شركات اضطرت إنها تقلل ساعات العمل، في شركات اضطرت إنها تقسم الوقت ما بين الموظفين وخفضت نصف المرتب، فأصبح الزوج عليه عبء كبير. أنت عايز طبعا كل طلبات المنزل موجودة، وعايز أقول لحضرتك إن في مدارس دلوقتي بتطالب بمصاريف العام القادم، مدارس ناشونال وانترناشونال. طب دي كلها اعباء على الزوج، فالزوج دلوقتي تحس ان في عنده يعني احباط شويه او متضايق. المفروض الزوجه بقى في الفتره دي تحتوي الزوج. دي طبعا كلها من السلبيات اللي موجوده لكورونا. هو طبعا البطاله، نسبه البطاله، المستوى المعيشي بينخفض، التوتر، على فكرة جداً، الخوف. في ناس كتير بس لازم كلنا نعرف ان يا جماعه الفتره دي فتره وهتعدي، مؤقته، لازم مؤقتة. الانسان يطمن نفسه علشان يقدر يعدي كمان عشان مناعته تبقى قويه، لان التوتر والخوف هيخلي مناعتك ضعيفه. لو بعد الشر لو في اي حاجه مناعتك مش هتقاوم، لكن طول ما انت بتطمن نفسك وتقرب من ربنا سبحانه وتعالى. الخوف بيوهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال واذا جاء باسنا تضرعوا. تمام. واذا جاءهم باسنا تضرعوا، فاحنا في الوقت ده في باس. فالتضرع الدعاء لربنا سبحانه وتعالى عشان يرفع عنا البلاء ده باذن الله في شهر رمضان المبارك باذن الله. امين يا رب. امين. احسنت يا دكتوره. طيب بالنسبه لحضرتك، احنا شايفين النهارده ما هي صور العنف ضد المراه في المجتمع، وانا بتكلم على الموضوع ده وبعده حضرتك، في ناس اتواصلت معايا في مواقع التواصل فاجأتني بتقول لي ده في عنف ضد الرجال، تعالي شوفي ده انا مراتي ما اعرفش عامله فيها ايه، ده انا مشتكياني، ده انا واخده الاولاد مني، ده انا رافع عليا قضيه عايزه فلوس وبس، وتتطلق من واحد لواحد. فمش عارفه. فاحنا بنقول مش قادره اقول عنف ضد الرجل، يعني مش قادره اقول عنف، لا نقول صور الضرر الواقع على الرجل برضو، خلينا نفرحكم شويه دقيقتين مش اكتر. لكن عامه العنف ضد المراه في المجتمع حاليا، يعني ضد الرجل وضد المرأة على النقيض. ما رأي حضرتك في هذا الكلام وصور العنف الواقع؟ هو الأصل في الزواج الرحمة والمودة والحب. تمام. وخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يبقى الأصل في الزواج الحب والسكينة والرحمة. هو لكن العنف والحاجات دي سلوكيات غريبة علينا، على المجتمع. العنف في عنف بيوجه ضد المرأة، نعم في عنف عند حضرتك، عنف لفظي، عنف جسدي، عنف معنوي، عنف جنسي، عنف مالي، دي كلها أشكال عنف عليه. أشكال عنف ضد ما في مرأة بتتعرض لإهانة، في مرأة بتتعرض لضرب من الزوج، في مرأة بتتعرض يعني الإهانة، التحكم في كل حاجة في حياتها. هل زادت صور العنف دي حاليا في ظل الأجواء الحالية؟ أكيد. يعني في بعض عليها ضغط، في بعض الازواج طبعا بتحمل المراه بسبب الظروف اللي احنا موجودين فيها. الانفعال عالي شويه، فللاسف بيخرج الطاقه السلبيه اللي عنده دي على زوجته، لان هي اللي موجوده معاه في البيت ومضطره انها تستحمله. تمام. لكن تمام. انا بوجه برضو يعني صوتي للازواج، يعني الرحمه، لان الزوجه برضو عليها اعباء كتير، عليها مسؤوليات طبعا، وخاصه لما يكون عندها اطفال صغيرين وخايفه عليهم في الظروف الحاليه. تمام. تعقم وتشوف طلبات البيت وتتحمل اعباء برضو مع الزوج. فلازم يا جماعه نرحم بعض، وخصوصا اذا كانت موظفه كمان. فلازم يعني نرحم بعض، الزوج يرحم زوجته والزوجه ترحم زوجها. حضرتك بتقولي في عنف ضد الرجل؟ اكيد في عنف ضد الرجل. يا جماعه الاصل في الزواج زي ما قلنا الرحمه وكده. في زوجات تانية عندها عنف فعلا، وبتستغل قانون الاحوال الشخصيه وبعض الثغرات لصالحها. وبتعمل مشاكل كبيره مع الزوج، وفي زوجه برضو بتوجه لزوج تعنيف لفظي، يعني ممكن في اهانه، يعني بالزبط. مثلا الزوج يقول لها انت مش بنت ناس، تقول له انت ابن كذا، حاجات كتيره. طب في المجتمع هل دي بتكون اساسا يعني داخله وعارفه نفسها هي هتعمل ايه؟ لها مثلا اغراض معينه، مش انها مثلا داخله تعمل حياه كويسه زوجية. اسريه. يعني ممكن أكيد. نقول كده ولا في اسباب بتستجد عليها في الحياه حالات الزوجيه؟ اكيد في حالات زي ما حضرتك قلتي. وفي حالات تانية بتبقى عايزه تعيش وعايزه تبني اسره سعيده. كتير ده، دول كتير يعني. لكن بنتكلم على الحاجات القليله، الحاجات القليله. لكن حضرتك بقى لازم يكون في تفاهم بين الاثنين وحسن الاختيار من البدايه. لازم كده. الخطوبه يعدي عليها 4 مواسم. والزوج او الخطيب ده لازم يمر كذا موقف قدامي اشوف هيتعامل فيه ازاي، لانه لو تجمل في موقف مش هيتجمل في موقف تاني. بلاش الجوازات السريعه التكاوي وبعد كده اتفاجئ، يعني اتفاجئ بانسان مش هو ده اللي انا كنت معاه في البدايه، واتفاجئ بقى بعنف والفاظ مش كويسه، وبعدين اشوفه بيتعامل مع امه واخته ازاي. اكيد تمام. زي ما هيتعامل معاهم هيتعامل معايا. لكن انا اذا لقيت زوج
او خطيب منفعل على طول بيقول له اخته الفاظ مش كويسه، بيعامل والدته بشكل مش كويس، لازم اتاكد ان المعامله دي لازم اتاكد المعامله دي هي اللي هتكون بعد الجواز وبعد فتره شهر العسل وبعد ده هيكون مستمره. فلازم حسن الاختيار من البدايه. من البدايه، تمام، احسنت يا دكتوره. طيب في منظومه الاخلاق النهارده في الشارع المصري تكاد تكون انعدمت. ما الذي ادى الى هذه انتشار هذه الظاهره الغريبه؟ يعني في سلوكيات غريبه بتحصل النهارده في المجتمع. ايه اللي ادى الى انعدام الاخلاق؟ مثلا عدم صله الرحم دلوقتي، يعني اذا كان البدايه موجود اصلا، يعني عدم في صله الرحم انقطعت شويه قبل نقول في ظل الاجواء الحاليه، كترت دلوقتي ازاي؟ هل مثلا الحظر نقول ولا ايه؟ نرمي كل حاجه عن الكلام ده؟ طب ما في عبر التوقع الاتصال. طب من راي حضرتك ليه انتشرت؟ الحياه الماديه السريعه خلت الانسان ما يفكرش غير انه عايز بس يكسب المال فقط. تمام. وما بيبص ما مش بينظر الا للمنظور الضيق اللي هي اسرته القريبه اللي هي الزوجه والابناء. تمام. ما بقاش ينظر الى الام او الاب او الاشقاء، بقى دول عنده مرتبه تانية، وده للاسف لازم بر الوالدين ده اول حاجه يحطها في اعتباره قبل الزوجه والابناء. بنرمي على الظروف للاسف، بنرمي على الظروف، يعني البنت بتعمل سلوك كويس. سلوكيات في المجتمع اصبحت غريبه، ان حضرتك لو تلاحظي ان الفتره الاخيره الافلام اللي ظهرت من بدايه حين ميسره وهي فوضى وبعدها الى الان كلها اظهرت المجتمع المصري بصوره مشحنه والعشوائيات، وخلت ان النموذج البلطجي اللي معاه سيف اللي بنطلونه مقطع ده الشباب طبعا ده بقى اللي هو للأسف. لكن حضرتك لو كنا من البدايه كان في رقابه وفي وعي على الاعمال السينمائيه اللي اتقدمت دي اللي شوهت ودمرت الجيل ده كله. تمام. لحضرتك لو كنا قدمنا اعمال وطنيه زي شوفي مسلسل الاختيار دلوقتي والصدى اللي عمله، شفتي فيلم الممر والصدى اللي عمله، لو كنا اتجهنا يعني الاعمال السينمائيه والانتاج ده راح لاعمال فعلا خلت عندي شباب ناضج وعنده فكر وعنده وعي ويقدر خطوره المرحله اللي احنا فيها. بالظبط. وخطوره الامن وقادر على التغيير والتطوير، قادر على التغيير. حضرتك احنا مصر بلد كبيره ومستهدفه، والامن القومي بتاعنا لازم كل مواطن مصري يكون عنده ادراك ليه دور يؤديه، عنده دور وعنده ادراك ويعرف، لان احنا مش مجتمع صغير. حياتي مش هي مجرد الاسره، لا، المجتمع كله. وعند حضرتك اللي بيدمر لك دلوقتي بيدمر لك الاسره، لان الاسره نواه المجتمع. البدايه اذا في خلل في الاسره هيبقى عندك خلل في المجتمع. فحروب كله. الجيل الرابع والخامس للاسف عايزه تفسد ان اللي طالع النشأ، عايزه تدمر لك الاسره. أيوة. عايزه يكون في نسبه طلاق، نسبه انفصال، نسبه عنوسه. تمام. كله بدمر لك الارض خالص. تمام. فاحنا عايزين يبقى عندنا ادراك عشان الفتره اللي جايه نقدر يعني حضرتك كل الاشكال السلبيه دي نعالجها. تمام. طيب نقول ده يدفعنا للسؤال اللي بقول لحضرتك، ما هو دور الام النهارده يعني في كسر الملل داخل الاسره في هذه الاجواء والاجواء الرمضانيه برضو، يعني رمضان وكورونا، يعني الام ليها دور؟ ما هو طبعا دور الام؟ الام والزوجه ليها دور كبير جدا انها تدخل روح البهجه في البيت. تمام. يعني اول رمضان كده، حتى احنا في نص رمضان دلوقتي، لما كنتيش ظبطتي البيت جبتي في نص رمضان جميل، مفرش جميل، شويه مجسمات اللي هي بتاعت التراث بتاعنا بوجي وطن، هيخلي فيه روح للبيت والاطفال ويساعدوها ويشاركوها في الوجبات الرمضانيه اللي بتعملها. تمام. انا عندي الولاد عندي بيشاركوني، طب تعالي نعمل قطايف، طب حبه بالسكر، حبه بالجبنه. ايوه عارفه. أيوة فعلا. طب هنعمل السحور ايه؟ تكسر الملل. طبعا يبقى في مشاركه ويبقى في روح من البهجه، بلاش كده نبقى ايه، في عنف، في حده ما بيننا وما بين بعض، علشان نخلي البيت كده ما يكونش فيه توتر اكتر ما التوتر موجود اصلا. واقدر اتغير، يعني لما بيبقى في تفاؤل بقدر ان انا اتغير والبي احتياجات الاسره. وبعدين احنا في شهر رمضان دلوقتي وعندك وقت وعندك وقت، لا ممكن تقدر تختم القران اكتر من ختمه، عندك ممكن تقوم الليل بعد صلاه. أيوة. العشاء، صلاه التراويح، الاستغفار، تراجع حسابات، شوف انت كنت مزعل مين تصالحه.
تمام. يعني تمام. احنا برضو ممكن نستغل رمضان في حاجات كتير جدا. احسنتي حضرتك احسنتي. طيب بسبب الظروف اللي بتمر بها البلاد اضطرت معظم المؤسسات والشركات الى الاستغناء عن بعض العماله الموظفين. النهارده يعملوا ايه؟ هم قاعدين في البيوت لا لاقيين شغل ولا حتى ممكن ايه لبعض الوقت، يعني ممكن في ناس ادوها اجازه مثلا فتره على اساس انه يرجعوا تاني، دول مؤقتين او شغال اللي شغال باليوم او بالشهر بس مش مفيش لا تثبيت هو مش موظف اساسا ومعظمها شركات خاصه. طيب النهارده يعملوا ايه؟ طبعا احنا بنشكر الدوله، هي قامت بدورها وبتقوم بدورها اتجاه المجتمع واتجاه الظروف اللي احنا موجودين فيها. وعند حضرتك زي ما قلتي المعاش تكافل وكرامه، وزي ما حضرتك قلتي العماله الغير منتظمه ال 500 جنيه تمام منحه. حضرتك الازمه الاقتصاديه كبيره، الدوله بتحاول الحكومه بتحاول تساعد، لكن اغلب الموظفين كلهم قطاع خاص. تمام. بندي في اخر سؤال لحضرتك، ندي عايزين ندي روشته للسعاده الاسريه نقول. حاضر. انا بس هجاوب اجابه سريعه على السؤال اللي قبل ده. أيوة. الموظف يعمل ايه وانت قاعد في البيت؟ أيوة. ممكن حضرتك تنمي مهاراتك، تستغل فتره الاجازه تنمي مهاراتك عشان ترجع اقوى وتترقى من السعاده برضه. يعني حضرتك روشته للسعاده الزوجيه. أيوة. ان احنا يكون في تفاؤل، عدم مقارنه، زوجه ما تقارنش حياتها بحياه غيرها. ايوه هي دي المشكله. يكون في اهتمام، اهتم بزوجي واهل زوجي. تمام. يكون في احترام، يكون في ثقه متبادله ما بين الاطراف. تمام. اخلي في جو، يكون في تجديد، الزوجه لازم تكون متجدده وتستغل الفتره الحاليه فتره الاجازه انها تهتم بنفسها. انت قاعده مع زوجك طول اليوم، مش معقوله كل يوم اشوف نفس يعني نفس المنظر، تغيري ما تسريحه. أيوة. بالشكل الفلاني. أيوة. طقم كل يوم لون شكل، يعني حاول كده نخلي في روح جميله في من البهجه وكفايه، يعني هي ظروف لوحدها. وانا احب بس اختم معاكي، كان في مبادره اسمها مبادره السلام بلا مصافحه، يا ريت يا جماعه ان احنا المبادره دي يعني نعمل بيها من دلوقتي وبعد كده، لان احنا ممكن فتره لان حضرتك ثبت ان المصافحه بتنقل امراض. تمام. كتيره جدا غير الكورونا وغير كده في امراض ثانيه، فيا جماعه الفتره القادمه كلها يعني نستغنى عن القبولات والسلام. أيوة. المصافحه اللي هي بالاشاره او انك مثلا تحطي ايدك على قلبك وترحبي باللي قدامك، يعني انت في قلبي وحضرتك، يعني نبتعد عن الامراض ونحمي نفسنا على ان شاء الله. ربنا يحمينا باذن الله، يحمي الجميع ويعدي الوضع ده على خير باذن الله. يا رب. اللهم امين. في نهايه الفقره بنشكر حضرتك يا أنا دكتوره. بشكر حضرتك جدا. وتحياتي لحضراتكم، وكل سنه وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وتابعوا باقي فقرات البرنامج.